ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين إيش غلة، يعني نفس صورة أخرى بس أقل من الذي قلت. وإذا كانت الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة اللي هي 51%، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب، ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجيال، طالما 51 معاملها مثل 100%، صحيح؟ ما في شيء بعد فوق الخمس. وإن كان الغالب عليها الغش فليس في حكم الدراهم والدنانير، فإن بيعت بجنسها متفاضلا إيش زاد. يعني هذا فيه فضة، بس الفضة التي فيه لو سمحتم ماذا مغلوبة، نعم، فإن بيعت بجنسها متفاضل هل نعطيها حكم الفضة؟ لا نعطيها حكم، فيجوز بيعها بجنسها متفاضل. مغلوبة مغلوبة صح شيخي؟ مغلوب مغلوب، هاي يجوز بيعها ببعض البعض تفاضل، لا نعطيها حكم الفضة. أعطانا قاعدة جميلة، يعني غالب مغلوب، المغلوب لا يأخذ حكم الذهب والفضة صح؟ أقله أقل، يعني هذا الإناء أقله الفضة لا يأخذ حكم الفضة، مغلوب. المكشوش قد يكون فوق الخمسين، قد يكون قد يكون يعني ليس مخطوع. لأن النقرة بالإمكان أختي إيش أعمل؟ أكسرها وأعطي صاحب نصيب نصيبه. ما أثبتت الشركة، ما في شركة، لأنه يمكن قسمتها الشركة في الإناء، لأنه لا يقسم، النقرة تقسم، فنعطي صاحب الاستحقاق نصيبه ويبقى هذا لي وأنا أرجع، لأنه ما في شركة، لأنه الشركة عيب في الإناء، في شركة فتعيب، لكن ما في شركة، لأنه يقسم ويعطى نصيبه. طيب مشايخنا، فإذا اشترى بها سلعة، الآن نتكلم لو سمحتوا عن دراهم ودنانير مغلوبة، وبالتالي ما أصبحت دراهم ودنانير، أصبحت مثل الدينار الأردني، أصبحت شيء مغلوب، ثم كسدت. هنا شيخ عبد السلام حصل عندنا إيه اصطلاح، إنه هذه القطعة أعطيناها قيمة ليست هي قيمتها الحقيقية، الذهب والفضة لا له قيمة في نفسه، الدينار الأردني لا نحن أعطنا قيمة، الفلوس بعد شوي راح تأتينا اللي هي النحاس، احنا عندنا قديما بنستخدم ثلاثة، فلوس ودراهم ودنانير، الفلوس نحاس ما لها قيمة كبيرة، لكن تعارف على أن لها، اصطلحوا على أن لها قيمة، القيمة التي أعطوها لها هي ليست قيمة حقيقية وإنما اصطلحوا عليها. الدراهم والدنانير إذا كانت مغشوشة صارت كالفلوس، هي ليست لها قيمة لكن نحن اصطلحنا على إعطائها قيمة. ورقة لا يساوي تعريفها صح؟ نصف قرش ممكن لا يكلف هكذا، أقل من هذا يكلف صح؟ فلوس يكلف، لكن نحن أعطيناه قيمة إيش؟ اصطلاحية 100 إيش؟ 100 قرش، هذا شيء اصطلاحي نحن فعلناه، انتبهنا لهذا؟ اصطلحنا عليه. الاصطلاح الآن ممكن يترك؟ ممكن يترك الاصطلاح. أما الذهب والفضة هل يترك القيمة الحقيقية لها؟ لا تترك، لأن هي قيمة في نفسها. فالآن هو حكى لنا شيء، اشترى بها سلعة ثم كسدت، كسدت يعني ما عاد لها هذا الاصطلاح الذي اصطلحناه، فهمناها؟ طبعاً وترك الناس التعامل بها، أصبح في سوق نفس سوق إربد، في سوق كل الأسواق لا يتعاملون بهذه العملة، كسدت قبل القبض. يعني أنا اشتريت منك سيارة بمئة ألف أو بخمسين ألف ثم كسدت، ألغي الدينار الأردني، إيش بنعمل؟ نبطل العقد، انتهينا؟
بس لا تنسوا كلامنا الآن كله لو سمحتوا قبل إيش؟ قبل القبر، قبل القبر. وقال أبو يوسف يجب قيمتها يوم البيع. قيمة إيش؟ الفلوس، النقود، الثمن. ما قيمته يوم البيع وندفع شيئا آخر. يعني أبو يوسف ما أبطل، أبو حنيفة قال نبطل العقد وانتهينا. أبو يوسف يقول العقد يبقى صحيح لكن ندفع قيمة الفلوس هذه بعملة أخرى يوم العقد. محمد يجب قيمته آخر ما تعامل الناس بها. يعني آسف، الدينار الأردني نفترض كان دينار، أصبح قيمته 90، أصبح 70، 60. للقبض بطل البيع وما بقي فيبقى بلا ثمن، فماذا قال؟ فيبطل. إذا بطل البيع يجب رد المبيع. كيف يجب رد المبيع؟ نحن قلنا قبل القبض. انتبهتم؟ أبي حنيفة على التفصيل الذي درسناه إيه؟ قبل، لأن هي حكمها نفس حكم الدراهم، نفس ما في تفصيل. الآن مشايخنا خلاص انتهينا الحمد لله من هذا المسألة. كلامنا قبل قليل إذا كسدت وسقط التعامل بها تماما، طب إذا نزلت قيمتها؟ طبعا قبل قليل عندنا مثال حي اللي هو سقوط العملة العراقية، تذكرون؟ نعم، ألغيت إلغاء، هاي مثالها. الآن فيما لو نزلت العملة؟ لاحظوا قد يكون نزول، يعني عادة العملات تتفاوت، تنزل 20-30% و10-15% نزول، وعادة نحن نكون قدرنا مثلا عقود آجلة بمبالغ معينة فهمناها. فالآن إذا نزلت العملة نزولا كبيرا غير معتاد، يعني هذا إشي ضخم يعني ومثله لا يطاق، يفتى بقول أبي يوسف بالقيمة. هاي مختلفة عن مسألتنا السابقة. الآن الاعتبار، أنا بس اتفقت معك 100,000 ليرة سورية، جيد، ثم نزلت العملة السورية يمكن 10 أضعاف نزلت، وأنا بينه وبين عقد صار المليون مثلا يساوي 50,000 صح تقريبا، أو 100,000 يعني 10 أضعاف. فصرت أنا اشتريت منك سيارات وأراض وكذا، ولي ديون عليك كانت أول مجرد مليون، بس الآن مليون هذا مفروض تعطيني بدله كم؟ 10. فإذا كان نزول يسير 10 و20 يعني شيء معتاد وقريب، ودائما في الأسواق يحصل مثل هذا الهبوط والارتفاع، نبقى ملتزمين بما اتفقنا عليه في العقد، اتفقنا؟ بس إذا كان الهبوط إيش؟ كبير جدا وخارج عن المعتاد، يعني الآن يفتى بقول مين؟ أبي يوسف باعتبار القيمة. فهمناها؟ لأن هاي أيضا في العراق يعني كان هذا برضو ينطبق عليه مسألة الدين. يعني أنا مثلاً استلمني بـ1,000 دينار، الـ1,000 دينار كانت تساوي قيمة، لكن بعد فترة نزل الـ1,000 دينار إلى 500 دينار. يعني مثلاً زي العملة الأردنية 87 نزلت تقريباً حدود 40% ممكن. واحد يقول له مثلاً مبلغ 10,000 دينار دين عند شخص أو قرض. مثل ما تفضلت، في كل ما يكون خارج عن المعتاد سواء في ديون، لأنه في النتيجة الديون هي آجال، يعني تشبه ويتكلم عن القرض، صار إقرار، الله أعلم يؤخذ بقول مين؟ الله أعلم. الله كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيمتها قليلة غير معتبرة. الآن مثلا في أكثر من شخص يحكي لك أنت هذه ما ذكرت في أصناف الإمام معنا كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبيخرجوا موضوع العملة الورقية أو الفلوس الخارجة كما ذكرتكم فيها تعامل فيها روي. يعني أول شيء العلة اللي مش موجودة فيها لا هي مكيلة ولا هي موجودة، ممكن زي ما تفضلت انه السقاط كامل خلال اللحظه، كيف اعتبارها امام قيام الربا فيها؟ يعني ما في عله
وما لها أصل من الذهب والفضة، ما لها أصل، إنما هو الحرب العالمية الحرب يعني الحرق منا نفس المجتمع. أحيانا بس بنعلل عنها ملحقة. وكثير في لا من حق بالذات كثير عندنا من بس نقرأ في الهداية وغيرها من كتب نجد أشياء يعني في كثير من أشياء نلحقها إلحاق يعني تأخذ حكم غيرها كذا وكذا فنبحث للإلحاق بحث الإلحاق كامل فنجعلها ملحقة بها تحت هذا الشيء شيء وجد فيه معناه فيأخذ حكمه فيلحق به لأنه لو أتينا للقواعد مثل ما تفضلته القواعد يكون مكيل وموزون وهاي اصلا معدود وليست مكيله ايش او موزونه انتبهنا لهذا لكن هي في حكم الدراهم والدنانير فتلحق بها الملحق شيء اشترك مع غيره في معناه فياخذ حكمه بس خلصنا غير هيك ما في فهمناها في افكار معاصره كثير على هذا الموضوع انه فهو التكييف الحقيقي للعمل ملحق بعض اعتبرها عروض تجارة والبعض اعتبرها يعني سيدي اللي ما بقرأ البقر انت بس تقرأ في كتب المعارضة انا بوافقك بتتشتت لانه مش ما عندهم قراءات فقهية صحيحة فبتقى بيحكوا من رأسهم احنا عندنا بحث الإلحاق فهي تأخذ حكمها في هذا الفلوس الآن أنتم رأيتم يعني أنا بغض النظر أنا لم أقف على الصورة التي يعني في عصر النبي كان ولم يكن يعني ما عندي اطلاع أو ما تابعتها لكن نحن في النتيجة يعني كل ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ النتيجة من قواعد الفقهاء صح؟ مكيفوا وبالتالي الآن أعطيك مثال على قول أبي حنيفة سيأتي معنا مرة هي تأتي معنا لا أعرف القدور الموجود ولا يجوز بيع الفلس بالفلسين على قول أبي حنيفة وأبي يوسف بس صلي على الصور خلنا كمل ما شرحت أنا بس قلت لك استفق فعلى قول أبي حنيفة يجوز بيع الفلس بالفلسين فالبعض يذهب ويحتج بهذه نحن في النتيجة يعني كل ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه بما فهمه الفقهاء يعني في النتيجة المرجعية لنا كتب إيش فقهاء لأنه استخلصوا كل شيء انتهينا من الموضوع فعندنا الآن في المسألة قولين إنه يجوز بيع الفلس بالفلسين أبو حنيفة الآن عندما قال يجوز بيع الفلس بالفلسين قال هما اصطلحا على أن تكون دراهم ودنانير فعندما باعوا الفلس بالفلسين أسقطا الاصطلاح فيما بينهم فتعامل على المسألة أن هي مسألة اصطلاح خاص يمكن أن نفعله ويمكن إيش أن نتركه ونرجع للأصل الآن نحن منقول لا يعمل بقول محمد هذا أول شيء ممكن نقول قول أبي حنيفة ليس على إطلاقه وهو فيما إذا كان يمكن إسقاط الاصطلاح الآن اصطلاح على الدينار الأردني والدولار ليس اصطلاح راجع لي ولك وإنما اصطلاح دول وهو المعتبر قديماً البيع والشراء أبسط من الآن والمعاملات وبناء الاصطلاح ليس كالآن فهو اصطلاح في قرية ثم ألغوا الاصطلاح أهل القرية فيمكن على قول أبي حنيفة أيضا لا تصح هذه الآن لأن الاصطلاح لم يعد في قرية ولأفراد ولو قلنا بأنه قول أبي حنيفة على إطلاقه انه لا يجوز البيع الفلس بالفلسين بناء على انها شيء مصطلح عليه وهي اموال وبالتالي يكون في نار يعني ذهب العمله الورقيه كان تعرف فيها غطاء وكانه في الخمسينيات او الستينيات في الخمسينيات 57 يعني هكذا امريكا اسقطت وجعلت الدولار وصارت الآن كل الناس يطبعون عندما يطبعون إذا حصلوا على دولار يعني يحضر دولار ويضعوه عندهم ويطبعوا مقابله دينار فصار الذهب والفضة الدولار يعني ليس بحثنا الآن في أول الأمر كان في غطاء الآن فعليا إيش ما في غطاء وهذا كأنه الآن موضوع الدولار كأنه الآن من أكثر القضايا الشائكة عالميا يعني
في الاقتصاد، وبيعتبره شيء سبب رئيسي في تدهور الاقتصاد العالمي وتحكم أمريكا فيه. يعني قصة طويلة عريضة براحتها راحتها. طبعا بقول لك 2 تريليون اي في كورونا، ولكل مواطن امريكي بعثت كانه 1000 دولار او 10000 الى بيته يعني في البريد. فهي الان في خلل في نظام المال العالم، في خلل يعني. انا الان بحثنا مش هذا، نحن في النتيجه نرجع للاصطلاح. لان نحن لماذا نصر ونقول لا يوجد قول اخر؟ لانه الان معذر اخوتي، أهل مصر أو عامة مشايخ مصر يفتون بعدم الربا في النقود، والأزهر كأنه يفتي بعدم الربا، كأنه بعدم الربا، وكأنه الشيخ علي جمعة له فيديو لا فرق ما بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، ويستدل بمشايخ قبل 50 و70 مشايخ أحناف كبار أوائل كانوا مشايخ الأزهر أفتوا بعدم الربا في النقود. الآن في ذات الزمان أنا العبد الفقير يعني أجيز الخلاف لهم، لأنهم ظهرت العملة الورقية فجأة، وهل غطاء وما في غطاء، فصار ارتباك في الفتوى، وناس أفتوا وناس منعوا. هذا بس قبل 70 و80 و100 سنة. في هذا الزمن أصبح كل التعامل لنا بالعملة الورقية. فإذا ألغينا الأحكام المتعلقة بها، أحكام ألغينا الزكاة وأبحنا الربا، يعني آسف مين يعني كم نسبة ربا الذهب والفضة بالنسبة للربا في المجتمع؟ أقل من 1 بالألف، صحيح؟ 1 بالمئة. صورة خلاص امرأة راحت اشترت أو باعت ذهبا أو ما شابه ذلك، وبالتالي كأنه باب الربا هذا كله الضخم إيش عملنا فيه؟ بحناه. والآن أصلاً دمار مجتمعاتنا كله بسبب إيش؟ الربا، وتضخم الهائل كله بسبب الربا. وبالتالي يعني هذا المسألة يعني أنا مع الإصرار إنه نقول ما فيها خلاف، والفتوى بذلك فتوى خاطئة لا تدل على عمق علمي ولا ضبط ولا تمكن علمي، يعني مرفوض رفض بتات، لأنه كأنه الأحباش أيضاً يفتون بذلك. يعني في بعض الأشخاص يفتون، وبعض السلفية كأنهم في البلد عندنا يفتون أيضا إيش بذلك. يعني عدة فئات الآن تفتي، ما في لا زكاة ولا إيش ولا ربا في النقود، وهذا إلغاء لأضخم باب في المعاملات. والفارق الرئيسي ما بين معاملاتنا ومعاملات إيش غيرنا، والربا كارثة الكوارث. إيش يا أخي؟ سيدي ملحقة، حكيت لك ملحقة. نحن عندنا سيدي، نحن عندنا ليس في هذا، في أبواء أشياء متعددة، كل ما شابه غيره في معناه ألحق به، ولا هي فكرة مذهبنا، ولا نشترط فيه وجود الصورة والحقيقة الصورة أنه لازم يكون نفسه 1 2 3. خلاص ملحق. الآن النقود هي ملحقة بإيش؟ ملحقة بالذهب والفضة، وتأخذ أحكامها، تأخذ أحكامها الربوية وتأخذ أحكامها في الزكاة والاستحقاق. بلى ملحقة عندنا. عندنا ملحقة نفس الشيء. كاملة. كاملة ملحقة بها، ملحقة. أعطوها إياها حكمها. اصطلحوا عليها. تماما اصطلح، فما في مشكلة. مثل ما حكينا تقدر القيمة يوم ال خلص. شو قيمته بالشيء الآخر الذي الآن نزل منزلتها بذهب، بالذهب مثلا أو بعملة أخرى أو بشيء آخر؟ نفس كم هذا يساوي؟ ليس المبيع وإنما الثمن. ومن اشترى شيئا بنصف درهم، ومن اشترى شيئا مشايخنا بنصف درهم من فلوس، جاز البيع عليه ما يباع ايش بنصف درهم من الفلوس. ايش صورة مشايخنا؟ انا اوصيك او اوكلك ان تشتري لي الكمبيوتر من امريكا مثلا
بقيمة 500 دينار أردني بالدولار، بس أنت راح تشتري بالدولار بس بكم؟ بمقدار 500 دينار يرحمك. الشراء الذي حصل بينك يرحمك الله سيدي بينهم بالدولار، بس أنا بالدولار عينت لك اشتريه بالدولار ب 500 دينار، هذه فقط هي تقدير. انظروا، اشترى شيئا بنصف درهم من الفلوس جاز البيع، واشترى شيئا بنصف درهم من فلوس، اشترى شيئا بنصف درهم من فلوس جيد جاز البيع، وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس. يعني هو اشتري لي بنصف درهم، يعني اشتريه بفلوس بمقدار نصف درهم، اشتريه بالفلوس صح بمقدار نصف درهم، اشتريه بالدولار بمقدار 500 دينار أردني. بس طريقة التقدير فيها إشي؟ بس هذه هي، بس هي ما فيها إشي. أعيدها ولا واضحة لكم؟ سهلة. بس كيف أنك تشتري بالدولار بالجنيه بس بإيش؟ بمقدار 500 دينار أردني. ليس نفس الشيء، لا أنا هو شيء تقدير بالجنيه المصري، لكن اشتري هذا الشيء بالجنيه بألف دينار أردني صح؟ فيكون مثلا شراء، لا أعرف أنا، ممكن بسبعين 25 ألف جنيه، وأنا سأعطيك إيش؟ ألف أردني. ومن أعطى درهما إلى صيرفي فقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة، فسد البيع في الجميع. مشايخنا، أنا أعطيتك كم لو سمحت؟ لو سمحت أنا أعطيتك إيش؟ درهم، وقلت لك أعطني بنصفه. الدرهم يتكون من فلوس، كيف الدينار يتكون من قروش؟ يعني كأنه هكذا مقدار. أعطني بنصفه فلوسا، يعني بنصف دينار أعطني إيش؟ أو بنصف الدرهم فلوس، جيد؟ ما فيها شيء. وبنصفه نصفا، بس لاحظ عينت بنصف الآخر نصفا، يعني بالنصف الأول أعطيني فلوس خلصنا، بالنصف الآخر أعطيني أيضا نصف درهم، نصف درهم. الدرهم الآن يقدر بالحبات، بس نقصني من النصف للدرهم حبة، يعني كأنه يعني بلغتنا أقول لك أعطيني بنصف الدينار هذا، أعطيني سنتات، لا سنت يعني بالدولار أقسام سنت، وأعطيني بالنصف الآخر 49 قرش. الآن عندك الدينار 50 قرش، 50 قرش. النصف الأول قلت لك أعطيني فيه سكر، أعطيني رز عشان ما توجعش راسك، أعطيني أي شيء فيه مش مهم، يعني حددنا. بالنصف الثاني أعطيني إيش؟ أعطي هو 50 قرش، أعطيني بال50 قرش 49 قرش. فهمتوها؟ الأول أعطيني بنصفه فلوسا، يعني أي شيء آخر، اختلف الجنس فما في عندنا مشكلة، وبنصفه نصفا إلا حبة، يعني بنصف دينار يعني 50 قرش أعطيني 49 قرش. طب هنا 50 قرش 49 قرش إيش صار؟ ربا. ماذا قال؟ أعطيني بنصفه فلوسا ما في مشكلة، وبنصفه نصفا إلا حبة، فسد البيع في الجميع. لأن عند أبي حنيفة الفساد إذا حصل يشيع في إيش؟ في الكل. طيب، وقال يجوز في الفلوس، يعني نصف الأول عند الصاحبين الفساد عندهم لا يشيع، نصف الأول يجوز، وفي النصف الثاني بطل إيش؟ بطل فيما بقي. نفس الشيء لأنه ربا، يعني هو فسد فيما بقي، فسد لأنه ربا صح؟ فسد، بس عبر عنها بطلا. ولو قال أعطني بنصف ولو قال أعطني نصفه، نصف درهم آسف فلوسا ونصفا إلا حب جاز. الآن الصورة مثال ماذا؟ قلت هذا الدينار الأردني معي، أعطني، انظر، أعطني فلوسا، بس ما قلت فلوسا بنصف، أعطني فلوسا وأعطني إيش؟ نصفا إلا حبة. العقد القبل قليل قال نصف فلوس،
ونصف بنصف إلا حبة حدد لي فصارت مرة هنا هاي دينار أعطني فلوسا فلوسا ما حددنا الفلوس مقابل نصف لاحظتوا وأعطني نصفا إلا حبة يعني أعطيني 49 قرش وأعطيني فلوس فالآن نخلي 51 مقابل مين الفلوس والتسعة واربعين مقابل التسعة واربعين في الحالة الأولى كان ربا لأنه حدد فبس حدد صار 50 مقابل تسعة واربعين نصف مقابل نصف اللي حبه في الصورة الثانية لما ما حدد نحن اللي وزعنا بس وزعنا إيش عملنا 51 جعلنا مقابل كده والله هي حلوة المسألة يلا طلعوا لها مخرج الآن أنا بأتي إليك وبقول لك معك صرافة 20 معك صرافة 50 صحيح؟ فأحيانا تذهب لزميل إليك لصديق لدكانه بقول لك ما معي إلا غير إيش 15 تفضل فأنت بدك جارك هو بتأخذ العشرة ال 15 بتمشي مصلحته تعطي الشخص ثم تبقى طب الآن أنت أعطيته 50 هو أعطاك 20 أعطاك 40 أعطاك 30 والباقي فيما بعد شو؟ فهمتوها؟ إذا اعتبرناها صرف ربا وقعنا في مشكلة إذا اعتبرناها إيش؟ فهمين كلامي؟ إذا اعتبرناها صرف دخلنا في الربا فهمنا الفكرة الآن؟ الآن نريد هاي الآن عندك مسألة بالإمكان تبنيها على أنها إيش صرف بس إذا صرف مشكلة نضطر الآن نجدلها تخريجات أخرى حتى أن هاي المعاملة شائعة جدا بين الناس وإحنا بهمنا كمان ما نوقع الناس في الربا يعني إذا في مخرج فإيش ممكن نخرجها على إيش حتى لا يقع ربا لا ما اشتريت أنت مثل ما حكي الصورة اللي حكيناها اللي هي شائعة جدا إيش نعتبرها؟ إحنا نجوزها بس بدنا تخريج تخريج يعني بدنا نجدلها حل يعني نجدلها حل اجعلها يعني ما يعني الباقي لو جعلت وديعة فيها شيء لا لا ليس شرط حكما حكمة يعني الآن أعطاني أعطيته 50 أعطاني 30 أعطاني أعطيته 50 وأعطاني 20 فالعشرين وقال له ما معي فقال له خلص خليها عندك أنا أودعت إياها أو أقرضت إياها لو زوجعتها وديعة طبعا الوديعة صار هو فرق الوديعة عن القرض أنه الوديعة مش ضامن والقرض إيش ضامن بس هو بيقام هاي ورقة نقود يعني إيش ممكن كيف ممكن تهلك يعني بس أنا قلت لهم شو الفرق بين الوديعة ضاعت بس الآن لاحظت بس ما منخرجها صرف لو خرجنا صرف مشكلة خرجت قرض خرجت وديعة الأمور يعني بتمشي الأمور سهلة هذا ما نشيه الباقي اللي خليته عندك اشتغل فيه وربح قرض مو قرض اذا اعتبرته قرض خرجته قرض جاز له ان يربح اذا خرجته وديعه لا على جميع الحالات ليس من حقك كدافع بس اذا خرجته قرض حل له الربح واذا خرجته وديعه خبث الربح عليه ان يتصدق فيه عليه ان يتصدق فيه عليه أن يتصدق به بس هذه بس العجلة المائلة لأنه هو ما في ضم نعم صار بيع يعني بدين في الذمة أو لا